معك على كتب حسران يا مركو شرفة أيها الرئيسة مركا قراءة سيرورة كما تسوان الآن أحسان تا مرحب أحسان في الرمى قدوية شاعة بدر رسول مار إبراهيم مار أردنا قد انشأنا إساف لنا مرا والدين تتسوى تعبتين قراءة سيرورة شاعة بدر بوركا ابناء كتشورة يا مرتي شرف سيكاليدا مانتو وحنكو سلامة يا سلامة إسلام انت عمر من قصر قدبو وحن نشورنا حفلة دي قلمة بدن وهي ارتوى بسرعية وعرضي بي شاعة بدر دفعتي لبنى ترنات وصنة سين قد انشبين إسلام وحن شاعة سين قد انشبين يا شان بقول غير الواتن عرضي ونسيبتنا تخصصات كالجد بسنة كلية كالجد بسنة دمعته وحنا همبليو همبليو الله سبحانه وتعالى علم الهدين بركيو كل انتفاع سواء الله يجب كدلو كل نفسه من أمته وغانفعنا الله سبحانه وتعالى بكيو له أردنا وحنشو إلي إلي سيو تانا قومت ما دمعته إلا يكون فعان دكتو إلي دكتو إلي دينتو إلا أجيوك الاستبدالله قدم باتشعنا إلا يكفى الإنسان حق فيك وغفى الإنسان وحيي حيان ضربة صوت الشين يتعب يبقى شبدا هل تعتسي وبارك الله فيكم أنا الدائمين انت أصبت صور الله كل فافا انت كلا يوحي الله صوص هيا المعلومات كتان عتا بجوريا ان رسيم دونا أنا وحفلت بما ينفر ومرت الشرف كنا وسلام يا مرلبا وحن سلام يا معلمين انت وبروفيسوري شاعدة كبر وحتبقى بما تشوف لنا عداء في التدريس وحبو سلام يا سلام في إسلام فرقو سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسوى وريق والله شانقا الدنيا ذا عصرقا وكما مولا أبكا دها بلاس نور المالية كاقا مالية دي هدى كالسو دقاب ستوري بلاي ستور أبكا دها بلاس ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة التلسوم محمل وحيكو دياريسي adiga internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبير وحنتوبنا قوة بركيسا ووقت بركيسا يمالي وين ورمتي تام عدد ببر يربي هذا السيء إلي إلي سعود اليوسف ويوح حفلة اليوسف أقول يوحك كالدول حبلي النوضاء كبا حيا سنة بعد كل يتبنان تام عدد ببر عالمي جاء وعند ما تركوا فرح سنة تاس وحل سوبة دارمنا وحأوين وأمين سن الله تعالى سيئة تاس إلى هذا سبحانه وتعالى أمدين من يوم دارمي سبحانه وتعالى إلى هذا سبحانه وتعالى وحكم ترد دارمي رسوسي رسول كنكر رسول يمني محمد صلوات ربي وسلامه عليه وحمرك أن الوحب وان لما يمكن إلى يسحب عبسوا الله سبحانه وتعالى فأسانا لكم من الجارية من الجارية أردت لبعض وحوي من يرد حبلي المملة كنت خرجة يا أم بخطة حية سنة ما أنت أم بتقل من شديدية كما عدد بدر عالمية إلى بدار قومي سلوحة وقت بدأنا إلى شدان وإلى سيئود دقالين سكت دارانا إنسي دقالان وإلى وحتى جنين الباب في الدنيا iyo horumarka nolosheeda ayay qaybti ugu muhiimsan soo taageen oo ay ku taageen yihiin taasoo runtii la odhan karo saddex shayan bay yihiin inuu shalay halkay marayeen ay maanta dhaamaan oo ay maanta ka wanaagsan yihiin oo taa guusha ugu muhiimsana yeeray yihiin qaar ay shalaya maanta isugumid tahay oo taasuna iyo qof khasaare waxba aan dhaamin waayo shalaya maanta in isbedelti ku yimaado oo maanta ay shalay ku dhaanto ayaa laga maarmaana qofkaasi waa maqbuun baa la yidhaahdaa ay culimmadu yidhaahdaan qofka kale ee shalaydiisii ay maanta ka wanaagsanay isagana waa maxruum walciyaadu billahi laa yartaatul magangalay waxaynu kula dardaarmayna dhallinyaradu maanta hablayeena wada inay waqtiga ka faadeeyaano maalinta ay tayaareyaan ay noqoto maalin ka wanaagsan shalaydeedii maalin ka wanaagsan taasaanay guul ku gaadayaan arrinka ugu dambeeya soo dadaamay waxa weeye aqoontu waa farag waaye weeye waqtigii waa waxaa soo martay jaamacad waxa martay qaybo kala duwan oo maxaa tidhahda maktabada jaamacadda ah oo cilmi baaris baa samayseen taasoo keentay inaad yani albaabkii laygu furo nolosha taa macnaheedu waxa weeye inaad culumta qaateen gaar ahaan waxaa ku takhasusteen iyo culumta ku takhasusteen inaad kutubta ka laga ay qoray aada aad iyo aad ugu dadaashaan ood akhrisataan iyo hadyadeen oo aad ku mashquulin maqaalo fadhiiso iyo sheeko la sheekaysto iyo social media aan macno lahayn laakiin se ku dadaashaan inaad aqoonta ku kodhina aqoonta idin kodhinaysa ama ay ugu faa'iido badan wixii aad barateen inaad kutubtaa doonataan wa akhridaan kalabar kutubtii qayb ka midana aad nolosha ku hormarisaan waqti iyo facaya aad akhridaan inta akhriyaysaan nolol baydu kodhaysa waana cilmigii laynaga doorayay inaynu baranno oo nebi maxamedna ilaahay subxaana wa tacaala uu faray inuu ilaahay weydiisto inuu cilmi u galo qul rabbi zidnii cilma cilmiga noocaasoo kale jeegsanaysana waxaad ku dhinaysaa meelaha lagu qoray iyo kutubta ku qoran inaad raadsato oo odhanin jaamici baanahoo waad ka fadhiisanaya laakiin jaamici waxay u tahay inaad hormariso aqoontaada iyo hirgeliso oo wanaagsiso ayaa laga maarmaana وانا تاس الى هاي بردان صبح والبا وتعبان الى هاي العلم والزيادة ايه رزق واسعة رزق واسعة سيدي ويسوء محمد ورسوله سبحانه وتعالى رضي عليه الصلاة والسلام مركز تاو ياهو بريو وكد عشان تري ورن تري الى هاي الوحن كوي بيسي علم النافعة ايه رزق واسعة يا عمل بركة يسانا ايه كوي بيسي ايه انت عشان تري بيسي تاو بلغ مرمانا إلهي واحد الخبر لنا إلى إلهي سبحانه وتعالى لما أنت بين أقوام فعاء أنه أنت خير كائن سبنني إذا كان يكون يقول دكتور دكتور أو فعاء إلهي سبحانه وتعالى الدين في سكو يعني سكوب بورية إلهي نفع عبسان الجوة حمى التوابة الملكة التوابة وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.